دايما يعني حتة الاتهام بتبقى سابقة حتة الدفاع، دايما هناك اتهام للمنتخب، للإقامة، للاحترازات. هل كانت الاحترازات على أفضل ما يكون؟ هل كل لعيب كان قاعد في غرفة لوحده في المعسكر هنا وأيضا في توجو؟ احكي لي الدنيا كانت ماشية ازاي يا دكتور. كويس كابتن احمد جدا. يعني انا برضه الفكره هي ليه اصلا الاتهام؟ نعم. لان احنا منتخب مصر الحمد لله رب العالمين، سواء السابق بتاعنا في الاربع خمس سنين فاتوا الحمد لله رب العالمين بنعمل شغل كويس جدا، ربنا اكرمنا، رحنا كاس عالم، وصلنا عملنا نتائج كويسه. اظن ان الجزء ده كان الحمد لله وشكرا لله في الاربع خمس سنين فاتوا كويس. الاتهام انا ما اعرفش جاي منين. الموضوع ومش موضوع مش محتاج دفاع، لان احنا كنا بنعلن عن اول حاجه اول باول. اللي اقدر اقوله لحضرتك ان بفضل الله اللي اتعمل مع المنتخب في ال 16 يوم اللي فاتوا دول، بدايه من المعسكر المفتوح لحد ما رجعنا امبارح، هو ما اتعملش في اي فريق كره قدم في مصر. اللي اتطبق هو اتطبق المعايير الدوليه. المعايير الدوليه دي جزء منها احنا عملناه علشان احنا لازم نعمل كده، وجزء منه كان اشتراطات الفيفا. نعم. الفيفا بعتت كتيب من 68 صفحة عبارة عن حاجة اسمها الكوفيد 19 ماتش بروتوكول. دي اشتراطات واحترازات كل الناس اللي لعبت ماتشات دولية هتعملها شاءت أم أبت. نعم. كان في حاجات كان عندنا وقت قليل جدا إن احنا نستوفيها، والحمد لله استوفيناها. على سبيل المثال منها إن احنا نعمل كشف طبي كامل لكل اللاعبين. بالنسبة للإجراءات الاحترازية احنا كابتن بدأنا بمعسكر مفتوح يوم 3 نوفمبر. قبل يوم 3 نوفمبر كانت المجموعة كلها اللي هتشارك في المعسكر المفتوح كلاعبين وجهاز قبلها بيوم عملوا مسحة، وعملنا كلنا تحاليل دم علشان نعرف إذا كان في حد جاله قبل كده كورونا ولا لا، واللاعبين عملوا فحوصات دم خاصة بحالة القلب علشان نعرف إذا كان لا سمح الله حد جاله وأثر على قلبه ولا لا. وده الحمد لله رب العالمين كانت نتيجته كلها كويسه جدا للاعبين وللجهاز كله، باستثناء فردين من الجهاز، واحد فيهم يعني ما لحقناش المعسكر كله، ما دخلش معانا المعسكر كله، والتاني اتعزل في فتره المعسكر المفتوح كله واتعمل له تحاليل بعدها والتحق بينا في المعسكر المغلق. تقصد مين يا دكتور؟ احد عاملين المهمات وكان عندي المدلك بتاعي ده ما لحقناش خالص، ده تمام. ما دخلش اصلا ولا حتى المعسكر المفتوح. كويس. نعم. انا بس كابتن المغزى من اللي انا بقوله ده ان احنا مع كل مسحه كان ممكن بيطلع حالات او بنكتشف حالات، وده الغرض ان احنا نعمل مسح. احنا عملنا كابتن شوبير من يوم 3 ليوم 18 عملنا 6 مسحات. ايوه. يعني حضرتك بتتكلم في 16 يوم او يعني بمعدل كل 3 ايام مسحه تقريبا، وفي وقت كان بيبقى اقل من كده كمان.